يا رزق رزق احلى رزق احلى رزق في الدنيا احلى عريس الليله هات له ولا منديله ولا هات له منديل اه سلام عليكم يا رجاله صباح الفل انا عارفه ان انتوا لسه ما اصطبحتوش ولسه ما تكيفتوش انا كل مره انا عايزه اللي يحب ربنا يسمعني السقفه طب سمر يلا عمور بص يا رزق اهدى كده وروق اهدى كده وروق بص يا رزق انا في كل حته وفي كل مكان بقول كلمتين ايه هما الكلمتين لا بيقول لك مجيت الراجل للراجل بكنوز الدنيا كلها واللي جنب منه راجل جدع هيقوم يقف لرزق وجاي لراجل جدع اه اللي جنب منه راجل جدع هيقوم يقف لرزق وجاي لراجل واللي يحب امه هيرفع ايده لفوق فوق ومنك لله اللي ماتونا الله اكبر صلى على النبي قول يا عم احمد كيف تفسير ام العريس وام العروسه اخوات العريس واخوات العروسه بتصبح عليك يا عمري نجم القصر بيت العمري على جنبه سقفني. انا عايز اروح هناك كده هناك هناك نروح اوعى يلا نروح روح 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 مع نفسك روح حد يسلكني رجلك ياض انت هو يلا صلى على النبي بقى يا عريس احنا هنعمل حركه حلوه قوي جامل تو جامل تكسب محبه رزق وتكسب محبه الناس والنهارده عنده بكره عندك انت كلم واحد بلا اله الا الله هيعمل زي رزق وزي فيفي الله ارفع ايدك افعصك ايه رايك اضيع لك مستقبلك اهدى وروق وروق واهدى قلنا العريس يعني كله يفرح كله يهيب وقلنا الفرح عليا النعمه كله رجاله والراجل وبس الراجل وبس هيرفع ايده لفوق بس يرفع ايده لفوق اللي يحب ربنا يرفع ايده لفوق واللي يحب النبي يقول على مين يا علينا على كل السلام صلى على النبي يا عريس الناس دي كلها جايه لمين صح
اهو، ومش عايز اشوف اي حد قاعد على الكرسي. قشطه قشطه. الله يخرب بيتك اللي ما ترفع ايدك. عسل يا رجل. ارفع ايدك. لا 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 لا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده هو انت بتشتغلني؟ انت بتشتغلني؟ لا لا، محدش يشتغلني. انت هتقول كلمه واحده، اللي بيحبني وجاي جاملني هيقوم يقف قدام على الكرسي. اللي فرحان للنادي الحراسي يقوم يقف. اللي بيحبني وجاي جاملني يقوم يقف على الكرسي. اه عليا الطلاق ما يحصل. الله يخرب بيتك يا اللي ما تقوم تقف. انا بادئ عليك اهو، انا بادئ عليك اهو. اللي جنب مني راجل جدع هيقوم يقف. يا اللي على النور. ويزور النبي محمد اللي يسمعني صفات الرجاله. السفارة قد منك ليه يالا؟ وحياة أمك لا ترفع ايدك فوق. ما تضربوا لك الدوامة نعود على بابا الدوامة. شيكو يا شيكو، تعالى تعالى هقول لك، تعالى 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 يا عم الحاج. بقول لك ايه، بص يا رزق، هنعمل حركه حلوه، هنعمل حركه جامده. احلى صلصه جامده، احلى صلصه. بص هقول لك على حاجه، انا عايز الرجاله كلها في بنت ايديها كده اهو يا عم، كده اهو احي، مد ايدك كده اهو، مد ايدك كده اهو. يالا اللي يحب ربنا يمد ايده كده اهو، وهتعمل كده اهو كده اهو. انا ما اقدرش اعيش، انا ما اقدرش اعيش من غير تافيه.